يا اهلا وسهلا ومساء الخير على كل أهلوية اللي بيتابعونا في كل مكان. حلقه جديده والسادسه، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه ان شاء الله هتكون دسمه وفيها موضوعات كتير هنتكلم كتير الحقيقه. بيتهيالي الايام الاخيره فيها تفاصيل كتيره جدا، محتاجه نشوف ايه الرسائل اللي بين السطور، محتاجين نشوف ونفهم معاني كتيره جدا ممكن للاسف تكون غايبه عن ناس كتير. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور النادي الاهلي. النهارده زي ما احمد قال هيبقى عندنا كلام كتير قوي، تشامبيونز ليج يا احمد طبعا، وكمان بكره ان شاء الله مباراه الاهلي واسوان. بنتمنى باذن الله نشوف الفريق الاول في مستوى افضل بكتير من مباراه الانتاج الحربي، وده اللي احنا قلناه يا احمد انه مع الوقت مع مباريات اكتر ولعب مباريات اكتر باذن الله الدنيا هتبقى افضل ونرجع للمستوى اللي كنا عليه قبل فتره التوقف. صحيح، بشكل تدريجي. الفترة اللي فاتت ما حدش يقدر ينكر انها كانت فترة استثنائية، خصوصا لما نبقى بنتكلم على نادي بطولات. يعني الأندية عموما مش بتقيس مشوارها في مباراة معينة او في لقطة معينة او في فترة قصيرة معينة، لكن احنا بنتكلم على مشوار كبير جدا، مشوار بطولة بيبقى محتاج استعداد على كل مستويات. نتكلم على استعداد نفسي وبدني وفني وتكتيكي. والنادي اللي زي يعني الانديه الكبيره زي النادي الاهلي لما بتخش بطوله احنا متفقين عين الاداره وعين نجوم الفريق والاداره الفنيه للفريق، ومن ورا دول جمهور كبير جدا ما بيتنازلش ابدا على لقب اي بطوله. عشان كده الحقيقه دايما النادي الاهلي مركز حتى في اللحظات الصعبه، حتى لما بنشوف ماتش زي ماتش الانتاج يا ساره يمكن تكون الفرقه ما قدمتش المستوى اللي كان متوقع منها، لكن ده ما يمنعش انه بشكل تدريجي مع صعوبه السيزون اللي احنا مارين بيه ان شاء الله الاهلي يستعيد فورمته مره ثانيه ويوصل للاهم وهو بطوله ابطال افريقيا. في حاجه ايجابيه في ماتش الانتاج كمان يا احمد، انه فكره انه الانتاج الحربي ظهر بشكل كويس، احنا محتاجين ده في الدوري. الاهلي محتاج منافسه قويه ومحتاج منافسين يظهروا بشكل كويس معاه، لانه طبعا مهم جدا ماتشات الدوري، مهم جدا الثلاث نقط، لكن كمان احنا برضو بنبص شويه لدوري ابطال افريقيا وده الهدف الاهم عندنا دلوقتي. هنبدا يعني في اخبارنا، نبدا في اخبارنا. وبالتالي النهارده يمكن الخبر الخاص بشريف اكرامي طبعا حارس مرمى نادي الاهلي او السابق بقى. اول خبر معانا لحضراتكم النهارده ان الاهلي بينهي مهمه شريف اكرامي مع الفريق الاول. اعتقد طبعا شريف قضى فتره طويله جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر وادى دوره في المساحه طبعا اللي يعني لعب فيها. والاهلي الحقيقه زي ما قلنا لحضراتكم واحد من اهم اهدافه استقرار الفريق، اذا كنت بتتكلم على بطوله، اذا كنت بتتكلم على مشوار فريق وانت داخل على مرحله صعبه جدا وطالع اوريدي من مرحله صعبه جدا زي مرحله التوقف، ده بالتاكيد الحقيقه بيكون هدف اهم بالنسبه للاداره. فكره انك تحافظ على استقرار الفريق من اي حاجه ممكن تهز او تعمل حاله من حالات التوتر او حاله من حالات اللبس او تخلي الفريق مش في المود اللي يخليه يركز بشكل كامل في الماتشات اللي بيلعبها والبطولات اللي بينافس فيها، ما اعتقدش انه ده مسموح بيه لما نكون بنتكلم على نادي بحجم طبعا النادي الاهلي. الاهلي ما بيتكلمش او ما بيحافظش على اسماء، الاهلي المقام الاول والاخير بالنسبه له او الهدف الاول والاخير بالنسبه له هو الحفاظ على روح الفريق وعلى استقرار الفريق. خلينا قبل ما ندخل في عناوين الاخبار، وانا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم بمناسبه الاسماء وكنت بدردش مع ساره حتى قبل الهوا انه الاربع ايام اللي فاتوا وكمان بشكل كبير جدا ال 48 ساعه الاخيره ياكدوا على مبدا واضح وضوح الشمس، ليس بالاسماء فقط تحسم البطولات او تحرز الالقاب، احنا بنتكلم الحقيقه على اربع ماتشات يدرسوا، نتكلم على دور 8 في بطولة دوري الأبطال يا سارة خارج كل التوقعات بما فيهم الحقيقة ماتش برشلونة والبايرن اللي احنا يمكن دردشنا عليه الأسبوع اللي فات طبعا سكور 8-2. بس قبل ده أنا عايز حضراتكم تشوفوا من اللحظة الأولى لانطلاق مباريات دور الثمانية من باريس سان جيرمان وأتلانتا ولغاية الدقيقة 90، لما تيجي تقارن كفة باريس سان جيرمان وتقارن أسماء النجوم اللي موجودة فيه وتقارن حجم الصفقات اللي بيضمها نادي بحجم باريس سان جيرمان تدرك تماما حجم المعاناة لغاية تقريبا الدقيقة 90 لما قدر باريس سان جيرمان يحول تأخره بهدف لانتصار بهدفين. لما نيجي نتكلم على فريق زي لايبزيج، وأنا قلت لك إنه لايبزيج مفاجأة البطولة وفريق محترم جدا، لو نزلنا الشارع النهاردة يا سار وسألنا الجمهور عن اسم اثنين أو ثلاثة لعيبة
من فرقه لايبزيج ما اعتقدش حد هيعرف بعد معرفين. طبعا فيرنر ما سابهم وراح تشيلسي كان النجم الابرز وساب الفرقه والنهارده فرقته موجوده في قبل نهائي دوري ابطال اوروبا. لما نتكلم على البايرن وعلى برشلونه وفريق بحجم برشلونه بتاريخه وبطولاته بجماهيريته في كل انحاء العالم مش في اسبانيا بس بيضم لعيبه زي ميسي وسواريز وجريزمان وبيكيه وتيرشتيجن ويلقى هزيمه قدام البايرن بسكور تقيل جدا تاني اكبر سكور اعتقد في تاريخ البارسا يبقى مش بالاسماء فقط. وبرده امبارح مان سيتي لما نيجي نشوف كفه المان سيتي مع ليون. اولمبيك ليوني لا طبعا احنا بنتكلم على كفه وكل الترشيحات وكل التوقعات كانت متوقعه انه المان سيتي أنا يوصل. انا قلت لك يا احمد ان برشلونه طبعا مش المرشح الاقوى واحنا قلنا ده انه خلاص بايرن ميونخ هو الاقوى بس سكور الثمانيه ده اللي ما توقعتوش يعني لأسوأ الظروف 8-8. ميسي يا احمد كان بيعيش أسوأ هزيمه في تاريخه وميسي ما شافش الثمانيه دي يعني خسر مع الارجنتين قبل كده كنت بقولها امبارح من في تصفيات كاس العالم من بوليفيا 6-1 8-2 كان طبيعي ان احنا نشوف شكله كده. برشلونه كان وحش قوي المدرب فعلا فشل قوي في اداره بس الماتش. بس انا قلت لك في رغم ان انا بشجع بارسا يعني لكن انا قلت لك انه البايرن السنه دي مقدم سيزون ولا احلى ولا انا معاك بس 8 برشلونه يعني ميسي في الملعب 8 صدقيني الموضوع ليه علاقه اكتر بشخصيه البطل من اللحظه الاولى انت مدركه انه البايرن قادر على حسم المباراه يعني حتى بعد ما البارسا تعادل مع البايرن في 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 اول الشوط الاول انت حاسه انه البايرن متسيد انت بتتكلمي على ازاي تقدري تستحوذي على الكوره لاطول فتره ممكنه مع فريق هو الاقدر والاقدر على الاستحواذ. احنا بنلعب بارسا بنلعب تيكي تاك لكن من اللحظه الاولى انت مدركه تماما في احساس كبير جدا بشخصيه البطل البايرن قادر يفرض اسلوبه وهنا بتيجي فكره الانسجام والانسجام بين اللعيبه ممكن يكون فريق على مستوى الافراد على مستوى اللعيبه اللي موجوده فيه مش بنفس القدر بالفريق اللي بينافسه لكن حاله الانسجام وحاله الرغبه وحاله وجود الحافز عند الفريق الاقل من ناحيه الاسماء والامكانيات ممكن جدا تقلب الصوره. حصل ده مع لايبزيج وحصل ده مع ليون في بطوله بحجم طبعا دوري ابطال اوروبا. بس ليه علاقه كمان بفشل المدرب يا احمد في ان هو يدير اللقاء لما يبقى هو مستقبل الاجوان دي كلها وبعدين يروح في الشوط الثاني سحب نص الملعب ونزل هجوم هو المفروض يعني كان المفروض يقتل رتم اللعب اللي هو عمله ده يعني لو خدت بالك برشلونه كان مستسلم فعلا بعد الجون الخامس برشلونه كان اخر ثلاث اجوان دول جم خلاص اللعيبه نفسها كانت مستسلمه بس الحقيقه يعني خساره برشلونه ما كانتش مفاجاه الثمانيه هي اللي مفاجاه بس الحقيقه بالنسبه لي اليوم هو يا احمد اللي كان مفاجاه صحيح احنا عندنا يعني عندنا ليون ولايبزيج فرقتين بيقولوا ظهر بشكل كويس جدا ومفاجئ جدا مفاجئ للمان سيتي ومفاجئ كمان للمشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا وقدر يستغل الغلطات الدفاعيه اللي عملها مانشستر سيتي وخصوصا حارس المرمى اللي ما كانش يعني انا شايف في يومه. باختصار شديد انه ضحيه دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا مش برشلونه لكنه الحقيقه بيب جوارديولا حقيقه يعني. خلينا نبتدي مع اخبار الاهلي اللي عنده ماتش بكره طبعا مهم جدا مع اسوان في مسيرته في بطوله الدوري ثالث ماتشاته بعد ما بدات او ابتدى الموسم استؤنف مره ثانيه. الاهلي الحقيقه بيتدرب حاليا على ملعب التتش طبعا استعدادا لماتش بكره في الاسبوع ال 20 بعد تمرينه النهارده بعد تمرينه دلوقتي يعني هيدخل الفريق في معسكر مغلق عشان يبقى فيه طبعا حاله من التركيز عند اللعيبه قبل الماتش لانها طبعا مباراه مهمه لو اتكلمنا بحساب النقاط كل نقطه في مشوار بطوله الدوري او تساهم في حسم البطوله للنادي الاهلي فهي مهمه جدا وان شاء الله اللقب يكون من نصيب النادي الاهلي في النهايه. نروح لمراسلنا فاروق صلاح من ملعب التتش. مساء الخير. مساء النور لسارة مساء النور يا أحمد وكل التحية لكل مشاهدي برنامج السادسة وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. قول لنا كده فايلر كان مركز على إيه في التدريب النهاردة قبل مواجهة أسوان بكرة إن شاء الله؟ يعني سارة قبل ما نتكلم ونتحدث عن تدريب النادي الأهلي المران الأخير النهاردة قبل مواجهة فريق أسوان في الجولة العشرين للدوري الممتاز في ثلاث نقاط ومش هزايد على الأمور اللي قلتيها أنت وأحمد أن النادي الأهلي دائما وأبدا بيبقى فوق الجميع يرحل من يرحل ويبقى من يبقى ولكن يبقى النادي الأهلي هو الأبقى. قبل ما نتكلم أيضا على المران في ثلاث نقاط مهمة جدا هي حالة الفصل التام اللي بيفصلها مستر رينيه فايلر واللاعبين عن بقاء لاعبين أو رحيل لاعبين
فايلر قال انا بتعامل مع الاوراق الموجوده في الفريق حاليا وده شغلي، ان الفريق هو النجم، فريق النادي الاهلي بقيمه ومكانه النادي الاهلي، انا شغلي مع اللعيبه الموجودين وتركيزي كله مع اللاعبين. ايضا النقطه الثانيه المهمه، قفلنا صفحه فريق مباراه الانتاج الحربي والتعادل الاخير، عندنا مرحله مهمه جدا مباراه اسوان. النقطه الثالثه اللي برضو حاله الفصل التام اللي مستر فايلر بيفصل فيها ما بين مباراه اسوان وعدم التطرق تماما للقاء الزمالك، كل التركيز على مباراه اسوان ولقاء اسوان اللي هيجمع ما بين الفريقين في الجوله ال20 غدا على استاد القاهرة. بالنسبة لمران اليوم النهاردة نقدر نقول المران انطلق في تمام الساعة 5:30، قبل المران كان في محاضرة من مستر ريني فايلر مع اللاعبين، اتكلم على أبرز الأخطاء اللي كانت في اللقاء الأخير لقاء الإنتاج الحربي وإزاي هنعالجها في هذا اللقاء. من الممكن وبإذن الله أن اللقاء غدا أمام أسوان هيشهد مجموعة من التغييرات، سواء في المجموعة اللي بدأت اللقاء خاصة اللقاء الأخير أمام الإنتاج الحربي أو لقاء إنبي. أيضا مستر ريني فايلر اتفرج على لقاءات فريق أسوان اللي كان لعب اخر لقاءين منذ عوده النشاط مره اخرى، كانت تلقى الهزيمه من فريق المقاصه بهدفين مقابل هدف وتعادل في اخر لقاءاته مع فريق مصر بهدف لكل فريق. اتفرج مستر ريني فايلر على هذا على المباراتين وقدر انه يقف على نقاط القوه والضعف. وايضا من الامور اللي كان بيشيد بيها وبيتكلم فيها مستر ريني فايلر مع اللاعبين عدم الاستهانه بالخصم، فريق اسوان كانت مباراه الدور الاول كانت تنتهي بفوز النادي الاهلي بخمس اهداف مقابل هدف، ولكن عندنا مباراه مهمه ثلاث نقاط مهمه النهارده زي ما قلت ليك يا ساره ولاحمد. المران انطلق في تمام الساعه 5:30. ابرز الامور اللي بيركز عليها مستر ريني فايلر في المران زي ما سالت يا ساره هي حاله التنويع شويه، هيبقى في تنويع خاصه في ادوار المربع الهجومي الثلاثه اللي بيلعبوا تحت راس الحربه، خاصه في ادوار بعض اللاعبين. ايضا ازاي ان انا استغل الكرات الثابته، زي ما كلنا تابعت يا ساره وتابع احمد ان معظم الفرق في اللقاءين الاخرانيين اخر لقاءين للنادي الاهلي بيلعب زون ديفنس ودفاع منطقه، ازاي نضرب التكتلات الدفاعيه. مستر ريني فايلر خصص النهارده فقره للتسديد من خارج ال 18 سواء من وضع الثبات او من وضع الحركه، ايضا التسليم والتسلم يكون من وضع الحركه، هيبقى في تنويع شويه ان انا ازاي اخترق الدفاعات الحصينه سواء لفريق اسوان، يعني زي ما شفنا اللقاءين الاخر اخر لقاءين الطرق الدفاعيه. ايضا من المحتمل ان فريق اسوان ايضا يلعب امام النادي الاهلي بطريقه دفاعيه، مستر ريني فايلر كان حريص ان هو ينوع شويه في ادوار الثلاث لاعبين اللي هيلعبوا تحت راس الحربه، يعني نقدر نقول يعني لم تحسب الامور في خط الهجوم، لكن هيبقى في تغيير شويه عن بعض التشكيل في اللقاء الاخير سواء لقاء الانتاج الحربي او لقاء انبي. زي ما قلنا ايضا سلاح الكرات الثابته وده من الاسلحه المهمه جدا اللي مستر ريني فايلر كان حريص عليها النهارده، تصحيح الاخطاء اللي ظهرت طبعا زي ما شفناها في اللقاءين الاخر لقاءين، يعني اللي انا شايفه حاله من الجديه وحاله من التركيز بتفرض نفسها النهارده على المران، من خلالها نطمن كل جماهير النادي الاهلي، نطمنك يا احمد، نطمن نصارى على حاله فريق النادي الاهلي، التركيز ثم التركيز على المرحله القادمه مرحله مباراه اسوان، ثم بعد مباراه اسوان نبدا نتكلم على مباراه الزمالك. انا موجود معاك يا احمد، موجود معاك يا ساره، اي استفسار اي تساؤل من داخل ملعب التتش. بشكرك شكرا جزيلا فاروق صلاح زميلنا من داخل ملعب التتش. وبيتهيالي انه اكتر حاجه كانت بتميز مثلا في البدايات مستر فايلر مع مش في مشواره مع الاهلي هي فكره الـ عدم الثبات على تشكيل معين، يعني صحيح كان بيشتغل على طريقه لعب معينه لكن اقصد اقول كانت في مساحه دايما للتبديل والتوفيق بين اللعيبه وبينها وبعض، ده خلق حاله احنا حسيناها عند اللعيبه نفسها بانه الكل عنده رغبه في المشاركه، الكل عنده الحافز انه يبذل اقصى مجهود عنده في التمرينه عشان يطلع في تشكيلة الماتشات الرسمية. وبتهيالي انه ماتش اسوان مساحة بتهيالي قدام نادي الاهلي، اعتقد انه مستر ريني فايلر ممكن يستغلها بشكل كبير جدا انه يدي فرصة لوجوه تانية احنا بالزبط. محتاجين الحقيقة والفريق محتاج انه يدعم اللعيبة كلها بشكل كبير، واعتقد ماتش اسوان ممكن يكون فرصة كبيرة ده. بمناسبة البايرن افتكرت حاجة ما قلتلكيش عليها، انا وحشتني المناقشات دي. افتكرت حاجة مهمة جدا واحنا بنتكلم على بايرن ميونخ، صفقة من الصفقات المهمه جدا اللي حسمها ليفربول تياجو الكانتارا، واحد ما حدش يقدر طبعا لاعب يعني صاحب سي في محترم جدا، لعب لانديه زي برشلونه وزي باير يعني ابطال اوروبا، لاعب دولي في منتخب اسبانيا اللي خد بطوله العالم، رايح الريدز اللي هو برده بطل اوروبا. قيمه الصفقه كام يا ساره؟ 10 مليون يورو. وده الحقيقه سؤال مهم، يعني لو ممكن نشرك جمهور النادي الاهلي معانا، لو حضراتكم معاكم 10 مليون دولار مثلا
هتعملوا مطلوب منكم تختاروا صفقة تنتقل لنادي الأهلي في ميزانية العشرة مليون دولار دول. ممكن تختاروا مين؟ ممكن تعملوا إيه بقيمة 10 مليون دولار أو تشتروا لعيب مواصفاته إيه بقيمة 10 مليون دولار دول؟ بالمناسبة وإحنا بنتكلم على ليفربول، مينا مينو جناح ليفربول اللي جالهم من سالزبورج على ما أتذكر، ريد بول سالزبورج مظبوط، اتنقل من سالزبورج لليفربول ب 8.5 مليون يورو. الأرقام دي محتاجة حضراتكم تجيبوا آلة حاسبة كده وتحولوها وتقدروا تعرفوا حجم صفقات للعيبة بين العيار التقيل بتلعب في أقوى مسابقات في أوروبا، بتلعب في أقوى أندية في أوروبا، كلفت الأندية دي قد إيه. وأعتقد أنه بين السطور هيكون في إجابات كتيرة جدا. كلام غير مباشر ده. طب عايز تجاوب على السؤال اللي انت قلته؟ لا ده انا عايز الناس هي اللي تجاوب. انا دي مساحه لل يعني انا اقدر اجيب تياجو الكانتارا للاهلي، هجيب تياجو الكانتارا طبعا. طبعا. ومينو مينو مينا مينو الحقيقه لعيب يمكن لسه ما خدش فرصته مع ليفربول، لكن اللي اتفرج عليه او اللي يحب يخش يتفرج على ماتشات مينا مينو مع سالزبورج لعيب على مستوى عالمي الحقيقه. طب لو اسمه واحد ياباني. بس تجيبه يبقى مين؟ انا بحب بس ده متباع لارسنال ب 80 مليون بس الايفواري بيبي الجناح اللي بيلعب مع الارسنال دلوقتي. انا بشوف اللعيب ده واحد من اكتر اللاعبين الواعدين في البريمير ليج يعني وفي افريقيا بشكل عام. نمسكك التعاقدات في النادي الاهلي. نروح بقى احمد للجنه الطبيه باتحاد الكره اللي اختارت نادي اسوان بسلبيه المسحه الطبيه للكشف عن كورونا واللي خضع ليها طبعا لاعبي الفريق امبارح استعدادا لمواجهه الاهلي بكره باذن الله ضمن مباريات الجوله ال20. زي ما حضراتكم عارفين اسوان بيحتل المركز ال13 في مسابقه الدوري برصيد 19 نقطه، يعني بعد 19 مباراه فازوا 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 تانيين. لعبوا فريق اسوان سجلوا 21 هدف واستقبلت شباكهم 31 هدف تانيين. كمان المقاولين العرب وامبي اعلنوا النهارده سلبيه مساحتهم قبل مباراتهم اللي جايه امام الانتاج وسموحه على الترتيب. طبعا يا احمد بنتمنى الشفاء والسلامه لكل لاعبي الدوري. طبعا طبعا. ومناسبه الصفقات بقى بما ان انا هبقى مدير تعاقدات او بس عشان ما حدش يزعل احنا بنتكلم انا وساره كده بس على الهوا، بس بمناسبه الصفقات انا بيتهيألي صفقه طاهر هتفرق كتير جداً مع جداً. الاهلي الفتره الجايه كلنا طاهر متحمسين لطاهر، اتمنى ليه التوفيق ويكون اضافه لفريق النادي الاهلي. لعيب موهوب جدا وامكانياته عاليه بشكل كبير، والحقيقه انا بشوف في كتير من اللعيبه المصريه سواء بيلعبوا في النادي الاهلي او غير النادي الاهلي انه اللعيبه دي بالذات الشباب الصغير فيهم او عندهم بوتنشال كبير جدا يلعبوا في اكبر الانديه في اوروبا، ينقصهم بس وبيتهيألي محمد صلاح قدر يغير الثقافه دي لحد ثقافه الاحتراف والعقليه اللي تقدر تتعامل مع العقليه الاوروبيه في لكن من ناحيه الموهبه والامكانيات عندنا والاهلي عنده ولاده. وانا اتكلمت في حلقه قبل كده على احمد حمدي، الولد ده الحقيقه محتاج ياخد فرصه واعتقد انه خد فرصته هيكون ليه مستقبل كبير. واعتقد ان طاهر هيثبت نفسه بسرعه في المكان بتاع احمد باذن الله. والاهلي غني، الاهلي غني بلاعيبته طبعا يعني الحقيقه. طب بمناسبه الصفقات بس قولي لي ميسي هيروح المان سيتي؟ هتمولي ميسي هيروح المان سيتي؟ صفقه الموسم بس انا مش عارف بصراحه على اشك هو خلاص خروجه من برشلونه دلوقتي بعد اللي حصل ده مش مفاجاه تماما. خطوه في غايه المخاطره، خدي بالك في لعيبه كتير جدا عدوا مشوار طويل جدا مع فرقهم ولما جم يتنقلوا ميسي برشلونه وهو عنده 13 سنه 13 سنه فدلوقتي ان هو يخرج بره برشلونه انا حاسه ان غريب شويه اني هشوفه في الدوري الانجليزي لو ده حصل. ايوه صحيح. هو بس انا يعني اعتقد الدوري الانجليزي بالنسبه لميسي دوري صعب جدا بالظبط يختلف بشكل كبير جدا عن الدوري الاسباني، والنجاح اللي حصل في الليجا في اسبانيا مش بالضروره انه يتنسخ او يتكرر في ملاعب البريمير ليج او ملاعب الدوري الانجليزي لانه الكره الانجليزيه لحد ما بشكل كبير يعني مختلفه، ملاعبها اضيق كتير، العنف فيها او المستوى البدني فيها اعلى كتير، نفسها مختلفه يعني. المنافسه كمان جوه الدوري الانجليزي تختلف تماما عن المنافسه جوه الدوري الاسباني، احنا بنلاقي الريال والبارسا وبيجي وراهم اتلتيكو من بعيد، لكن في الدوري الانجليزي اعتقد الامور هتبقى مختلفه. بس يبقى حلو لو شفناه مع بيب جوارديولا تاني. هي صفقه هتبقى صفقه موسم محدش ينكر طبعا. بيقولوا ان هم يعني مستعدين يقدموا كل الاغراءات، التقارير بتقول كده عشان ياخدوا ميسي. هما اللي احنا سامعينه انه الخزائن اتفتحت في استغلال لحاله الكبوه اللي موجوده عند برشلونه واستغلال برضو لفكره انه برشلونه محتاج يغير جلده، وعشان يغير جلده فريق بحجم برشلونه اعتقد انه محتاج لصفقات كتيره جدا. نروح للسويسري ريني فايلر، الحقيقه اللي يمكن عمل النهارده محاضره فنيه قبل التمرينه ما تبتدي على طول، عمل محاضره فنيه للعيبه النهارده اتكلم فيها
على ملخص لماتشات فرقه اسوان طبعا عشان الماتش بتاع بكره استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله. الفيديو ده او المحاضره دي ركزت بشكل كبير جدا على نقط القوه والضعف في فريق اسوان قبل ان شاء الله ما الفرقه تقابله بكره ان شاء الله في الساعه 9 مساء على استاد القاهره في اطار طبعا منافسات الدوري العام. كمان كابتن عبد الحفيظ اعلن سلبيه المسحه الطبيه للاهلي قبل مواجهه اسوان وقال انه خلاص المسحه طلعت سلبيه اللي اجراها لاعبو النادي الاهلي وقبل مواجهه اسوان بكره ان شاء الله في الدوري واللي هتبقى الساعه 9 على استاد القاهره. نروح الحقيقه خليني اقول كمان انه لعيبه الفريق نادي الاهلي عملوا مسحه طبيه طبعا طبقا للاجراءات والبروتوكول أكيد. قبل الماتش وان شاء الله نطمن على فرقتنا قبل ماتش الاهلي واسوان. نروح لميرر البريطانيه، صحيفه ميرر البريطانيه اتكلمت زي ما ساره كانت لسه بتقول على انه نادي مانشستر سيتي مهتم جدا وبيقدم اغراءات كبيره جدا بهدف التعاقد مع ليو ميسي نجم برشلونه الاسباني. زي ما اعلنت او نشرت الصحيفه البريطانيه في عدد كبير جدا من الانديه بتترقب موقف ميسي من برشلونه عشان تتعاقد معاه في حال قراره بالرحيل طبعا عن البارسا، ويمكن على راس الفرقه دي بيجي مانشستر سيتي الانجليزي. الصحيفه كمان اضافت انه ملاك سيتي مان سيتي مستعدين ان هم يقدموا كل الاغراءات الممكنه في سبيل اقناع النجم الارجنتيني عشان ينتقل لملعب الاتحاد، واشارت انه اداره المان سيتي بتنتظر اشاره واحده من نجم البارسا عشان تتحرك بشكل رسمي لضمه وتقطع الطريق بقى على كل الانديه اللي بتحاول الحصول على توقيع ميسي ومنها انتر ميلان الايطالي وانتر ميامي الامريكي. الصحيفه كمان اختتمت موضوعها بانه مانشستر سيتي في التوقيت الحالي بيراهن على حاجه اداره برشلونه لاموال الصفقه عشان يقدر يجدد بيها او يبني بيها فريق البارسا الجديد بعد طبعا ما خرج الموسم ده، اعتقد يمكن الموسم الاول للبارسا من فتره طويله من 8 سنين يمكن يخرج من كل البطولات اللي شارك فيها بدون الحصول على لقب واحد. نروح لدوري الانجليزي، رابطة الدوري الانجليزي اللي اعلنت تتويج البلجيكي دي بروينا لاعب مانشستر سيتي بجائزة افضل لاعب في موسم 2019-2020. دي بروينا الحقيقة وصل الموسم ده لصناعة 20 تمريرة حاسمة في البريمير ليج وحقق افضل سجل شخصي ليه بعد ما تجاوز رقمه في موسم 2016-2017، وكمان اللاعب اللي عنده 29 سنة تفوق على رقم الالماني مسعود اوزال لاعب ارسنال الحالي اللي صنع 19 هدف في موسم 2015-2016 للدوري الانجليزي، وكمان قدر ان هو يعادل اللاعب البلجيكي الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تيري هنري. انت بتقولها اونغي بالفرنش؟ تيري هنري. اصلا انا مش عارفه اقول اونغي على الهواء يعني. اسطوره ارسنال كاكثر صانع للاهداف في موسم واحد للبريمير ليج بعد ما قدم 20 تمريره حاسمه موسم 2002-2003 والجانرز كانوا في المركز الثاني بعد مانشستر يونايتد. كمان دي بروين تفوق على الكسندر ارنولد وجوردن هندرسون وساديو ماني من ليفربول وداني انجز من ساوثهامبتون ونيك بوب من بيرنلي وجيمي فاردي من ليستر سيتي. النموذجي، احنا بنتكلم على لعيب الحقيقه نموذجي، نموذج اللاعب في خط الوسط، واعتقد انه صح. بعد مرحله ميسي ورونالدو دي بروينا من القادمين بقوه الحقيقه انه يكون واحد من افضل اللاعبين في العالم ان ما كانش افضلهم فيه. قلت لك اللي كابتنه في الفانتزي كسب السنه دي. نروح لنيمار الحقيقه اللي قدم مباراه رائعه مع وكان واحد من اهم اسباب فوز باريس سان جيرمان وتاهله قبل النهائي. نيمار نجم باريس سان جيرمان وتوماس مولر مهاجم بايرن ميونخ بيتنافسوا على جائزه افضل لاعب في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. الحساب الرسمي لدوري الابطال نشر على صفحته على او على الحساب بتاعه على تويتر قائمه المرشحين للفوز بجائزه افضل لاعب في الدوري في دوري الابطال، وهم نيمار باريس سان جيرمان وتوماس مولر من بايرن ميونخ وموسى ديمبلي من اولمبيك ليون. والحقيقه يمكن الثلاث لعيبه دول ساهموا بشكل كبير جدا في تاهل فرقهم لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ونيمار الحقيقه نجح بقوه الحقيقه ان هو يقود سان جيرمان عشان يحقق التعادل، وبعدين طبعا هدف الاقصاء لاتلانتا من دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا. اوباميكانو كمان مدافع لايبزيتش قدم مباراه حلوه وقدر يحافظ على
دفاع فريقه قدام اتلتيكو مدريد يا احمد. صحيح، بس الفريق النجم في 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 دور الثمانيه اعتقد انه البايرن ميونخ. طبعا مستوى طبعا. على تفتكر هو اللي يعني هياخد البطوله؟ ما احنا اتعلمنا بقى ما فيش حاجه اسمها تفتكر. خلاص. هو من المرشح، هو اقوى مرشح، لكن ما اعتقدش انه البطوله اتحسمت، البطوله لسه في الملعب. ليون قالوا ان هو هيطلع قدام اليوفي وقدر ان هو يطلع يقصي اليوفي بره البطوله، قالوا انه مش هيقدر يصمد امام المان سيتي وقدر ان هو يعني يطلع المان سيتي واحده من اقوى الفرق اللي كانت مرشحه للفوز بالبطوله، وبالتالي صعب جدا فكره التكهنات او فكره الحسابات. نروح لفاصل يا ساره ونرجع مره ثانيه للمشاهدي السادسه بعد الفاصل. حضراتكم من جديد. قبل ما نطلع الفاصل كنت بتكلم انا واحمد عن المفاجآت اللي شفناها واللي حضراتكم شفتوها في دوري ابطال اوروبا، خاصه مباريات ربع النهائي واللي بدات باقصاء برشلونه بنتيجه تاريخيه 8-2. الكل قال عنها انها خساره القرن او هزيمه القرن. امبارح برضو خساره السيتي وخروجه من البطوله كان امر غير متوقع بصراحه، كان مفاجاه للناس كلها، مفاجاه لمانشستر سيتي تقريبا نفسه، اداء ليو كان مفاجاه ليه، وده لانه مش ده الاداء اللي احنا تعودنا عليه من مانشستر سيتي. بس البعض توقع ان ليو برضو ممكن يعمل مفاجاه كبيره، وده اللي كان حصل وشفناه. الحقيقه ده بيقول حاجات كتير قوي، ليه دلالات كتير قوي في عالم السحر المستديره وان كره القدم ملهاش كبير. تعالوا نروح مع حضراتكم سريعا عبر سكايب، هنروح للمدرب الايطالي الشهير زاكاروني اللي درب انديه كتيره زي ميلان والانتر ويوفنتوس ولاتسيو، بالاضافه طبعا لتجارب مع منتخبات اليابان والامارات، وكسب كاس اسيا مع اليابان كمان في 2011. حابين بنرحب بحضرتك الاول على شاشه قناه الاهلي في برنامج السادسه. نعم اسمعكم بوضوح. لورو اللي انوداتو البنفينوتو سنيور. حابين نعرف من حضرتك رايك في النسخه الحاليه لبطوله دوري ابطال اوروبا والمفاجات اللي شفناها سواء كان خروج برشلونه او خروج مانشستر سيتي. أعتقد أنه المشكلة كانت مشكلة عضوية فيما يخص أن الكرة الإيطالية بدأت مرة ثانية وكانت هناك العديد من المباريات، ولكن قبل الدخول في هذه المباريات الفريق لم يكن لديه القدرة للتحضير بطريقة مناسبة، وبالتالي وصلنا إلى الميعاد مع ليون ليس في أفضل حالة جسدية، وأنا أعتقد أن هذا كان السبب الرئيسي. برأيك يعني ليه يوفنتوس فشل في صراع المنافسة على لقب دوري الأبطال رغم أن هو دلوقتي عنده يعني العديد من النجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو؟ اليوفنتوس هي بالتأكيد كانت لديها العديد من النوعية أكثر من ليون، ولكن كانت هذه المكافأة لينا، وقد رأينا سويا نتائج كافة الفرق، ونرى أنه على المستوى البدني كانت جميع الفرق كانت وصلوا مجهدين، ولهذا كان ليون قادر على إتمام المباريات أو الوصول إلى النجاح بطريقة أقوم، وكان تحضير في حين أن الآخرين كانت تحضيراتهم فقط بالنسبة للكأس، ولهذا كانوا أكثر حيوية. طب شايف إزاي سيطرة الأندية الفرنسية والألمانية على نصف نهائي الشامبيونز ليج؟ نعم قبل كل شيء كما سبق وذكرت يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه أن هناك آثار شديدة لما تسبب فيه الكورونا، وأن الملاعب كانت خاوية،
وبالتالي كان من الممكن أن تكون مفاجآت أخرى كثيرة متوقعة. وأنا أقول أنه ما يفاجئني شخصياً هو أن انتهت قدرة الفرق الإنجليزية والأسبانية منذ أكثر من 15 الذين منذ أكثر من 15 عاماً تحتل الفرق الإنجليزية والأسبانية المرحلة النهائية من الشامبيونز ليج وكانوا دائماً في الصدارة. وهنا بالنسبة لي المفاجأة الكبرى، في حين أن الألمان والفرنسيين وصلوا إلى المباريات أقل إجهادا وبعد أن لعبوا عدد أقل من المباريات، وبالتالي كان بالنسبة لليون فرصة للتحضير أكثر للمباريات الشامبيونز ليج. عايز أعرف رأيك في طبيعة اللعب العربي باعتبار أن خدت تجارب تدريبية في المنطقة العربية زي مثلا منتخب الإمارات. نعم، كان لي خبرة في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك كان لي السعادة والشرف أن أقوم بتدريب فرق أخرى، وبالتالي أعلم بعض الشيء عن الكرة العربية. طيب، ألبرتو زكاروني اسم كبير، ودربت انت اعتزلت الملاعب يعني في سن صغير بسبب الإصابة، وبدأت تدريب في سن صغير، وده تقريبا شبه دلوقتي مدرب لايبزيج او لايبزيج، فشايف انه في تشابه في التجربة بينكم انتوا الاثنين، تجربة تدريبية؟ مدرب فريق لايبزيج سينونس باليو سينيور Non ho capito la domanda. Lipsia. 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 Sì, signore. نعم، هناك بعض التشابه فيما يخص الخريطة أو المسار، ولكني لم ألعب على مستوى الاحتراف، ولكني قمت بالتدريب على كافة المستويات، كما أنه قام أيضا بطريق أسرع. أنا قمت بالتدريب حتى أصل إلى المستوى الأول، قمت بالتدريب على خمس مستويات من الفرق، أما هو فكان مساره الفني أسرع مني على ما أعتقد، حيث أنه من يعني أظهر نوعية كبيرة في تدريب الشباب ومنتخبات الشباب، وأعتقد أيضا أن هذا هو ما منحه الفرصة الأكبر من خلال أنه أظهر لنا هذه النوعية العالية في قدرة على التدريب. ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش على فرص المنتخب الايطالي في بطوله الامم الاوروبيه اللي جايه. بالنسبه للشامبيونز ليج الايطالي، بالنسبه للمباريات الايطاليه يا فندم، بعتذر عن الخطا الفني، الضيف يطلب اعاده السؤال. بنسأل عن فرص المنتخب الإيطالي في بطولة الأمم الأوروبية اللي جاية. نعم، كانت لدينا فترة، مررنا بفترة كانت نوعية التدريب بالنسبة لفرقنا كانت مرتبطة ببعض العائلات الإيطالية الشديدة السخاء والتي كانت تمول هذه الفرق، ولكن بعد أن وصلت إلينا المشكلة الحالية لم تتمكن هذه الأسر الغنية من تمويل الفرق وتدريباتها، يعني بغض النظر عن اليوفنتوس الذي تدعمه شركة فيات، النهاردة إيطاليا بدأت تصل إيطاليا العديد من الممولين بالنسبة للروما وللميلان وللإنتر وشركات أخرى من الصين أيضا، وبالتالي عادت بعض التمويلات فيما يخص الدوري الإيطالي، وأعتقد أنهم من حيث الخبرة التي تمتلكها الكرة الإيطالية واللاعبين الإيطاليين وكذلك الموارد، بوجود هذه الموارد الكبيرة للشركات الأجنبية قد تتمكن
تتمكن إيطاليا من الوصول إلى مراتب الصدارة. ونرى أيضا أن اليوفنتوس وهي من المتواجدين الثابتين على مدار حياتها. بريغو كونتينوا. طيب ترشح لو رجعنا للتشامبيونز ليج، ترشح مين طرفين النهائي في التشامبيونز ليج ومين الأقرب إنه يفوز باللقب؟ أنا ما أراه بالتأكيد هو أن من أحدهم هي الباريس سان جيرمان والباير أيضا، وعلى الأخص الباير لأني رأيته على المستوى البدني متمكن وذات مستوى أرفع كثير من آخرين. ولكن كما سبق وذكرت أن اسمحوا لي، الشامبيونز ليج حاليا نعتبرها مجنونة، أنها الشامبيونز ليج غير ثابتة فيما يخص يعني اثار الكورونا، وانا يمكن اتوقع اي شيء وكل شيء. وكما راينا جميعا انكسر صدارة الفرق الإنجليزية التي سادت على مدار 15 عام، ورأينا العديد من الفرق التي كانت تقوم على التدريب البدني التي خرجت من المنافسات، وبالتالي ما نراه الآن يسمح بكل الاحتمالات. ولكن أعيد وأكرر أن الباير قد يكون لديه فرصا أكثر من منافس خاصة على المستوى البدني. طب عايز أعرف رأيك بالتفصيل في الهزيمة القاسية اللي تعرض لها ميسي ورفاقه قدام بايرن ميونخ ودع السيتي أحد أبرز الفرق اللي كانت مرشحة لنيل اللقب. لا أستطيع، يعني فكرت مطولا عن ما قد يكون حدث للبرشلونة، ولأن البرشلونة كان لديه كل الأساليب أو كل ما هو مطلوب للتقدم، ولكني فعلا غير قادر عن أعطائكم إجابتي، إلا أنه من المؤكد أن المشاكل هي مشاكل داخلية في الفريق وليست مشاكل فنية، بل هو على يعني على أرجح مستوى العلاقات بين اللاعبين والإداريين. ولا أعتقد وأكرر أن المشكلة ليست على مستوى الفني، وإن كانت ظهرت فنية، مشكلة البرشلونة خارج ما يدوره على ملعب الكرة. طيب مين أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي من وجهة نظرك؟ حسنا، أنا أحب ويعجبني المدربين الذين يقومون الذين يقدمون كرة فنية كذلك مع عنصر استغلال القدرات الفردية للاعبين. وأعتقد أن في يومنا هذا الأفضل بالنسبة لي هو باك غوارديولا، إن لم أخطئ الترجمة. تمام، رأي حضرتك في النجم المصري محمد صلاح نجم روما السابق وليفربول الحالي؟ إنه لاعب يتمنى الجميع الحصول عليه، وهو كذلك في سن الشباب مجرد 28 سنة. وبالتالي أنا أرى أني أتذكر أني حين رأيته في المرة الأولى يلعب في لندن، كان لاعبا يستطيع المزج بين كنت هناك مع الفريق الياباني، وكنت أتابع الأولمبيات، وهو قادر، ما رأيته أنه كان قادر على الدمج بين السرعة العالية والفنيات التي تسمح له إجمالا بأن يكون نكون غير قادرين على توقعه كيف يمكنه التعامل مع الكرة وكيف التعامل مع دفاع الفريق المنافس. وما الأهم هو أنه بالتأكيد أحد أكبر المواهب الشابة، وأرى من تصنيف الشخص أنه أفضل موهبة موجودة حاليا. طيب أحب برضو أعرف رأي حضرتك، يعني تنصحه أنه يستمر مع الريدز ولا ينتقل لنادي أوروبي تاني في ظل عروض كتير قوي بتتكلم عن سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة؟ أعتقد حقا أنه يجب عليه
أنه قادر على أن يستكمل مع الفريق الحالي، لأنه معه مدرب مع جوارديولا أن يصل إلى مستويات جيدة، حيث أنه يمكنه قيادته وأن يتفهم الجزئيات التقنية بينه وبين المدرب، سواء على مستوى الفردي محمد صلاح، وكذلك على كيفية تفعيلها مع المجموعة وكيفية رفع كفاءات اللاعب. وأنا أرى أنه قادر على أن يعين صلاح في الفترة الحالية على تقديم أفضل ما لديه. شكرا جدا، كان يعني حقيقة كلام مهم جدا من مدرب إيطالي كبير لاسم كبير في إيطاليا، والحقيقة يعني كنت منورنا في برنامج السادسة. هنروح لفاصل محاضراتكم، نرجع تاني نكمل برنامج السادسة. عمرو أنور واحد من أمهر لاعبي كرة القدم المصرية، فهو اللاعب الشيك الذي لا تمل من رؤية الكرة في قدمه ولا تتوقع لمن سيمررها. عمرو أنور صاحب الأخلاق العالية والموهبة الفذة كلاعب ومدرب. بدأ أنور حياته الكروية بنادي النصر القاهري عام 80، وقضى موسما واحدا وتألق في مركز صانع الألعاب. انضم للأهلي عام 81 وتدرج في قطاعات الناشئين من 83 ل 86، فرض اسمه كواحد من أبرز اللاعبين بالقطاع ليتم تصعيده للفريق الأول، ولعب مع العديد من النجوم مثل الخطيب ومصطفى عبده وأيمن شوقي ومحمد عبد الجليل. رجع على طول ما بيخططهاش، بيسلمها مظبوط، وعمرو أنور يلعبها بالمقاس لعبد الجليل، هوبا عبد الجليل، هوبا هو جول عبد الجليل، أحلى جول السنة. توج أنور بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، حيث حصل على الدوري 4 مرات ودوري أبطال إفريقيا مرة واحدة وكأس العرب مرة والبطولة الأفرو أسيوية مرتين. خاض عمرو أنور فترة احترافية خارج مصر في الكويت، ولعب موسما واحدا مع العرب الكويتي قبل أن يعود للقاهرة عن طريق القناة، وخاض مباريات عديدة معهم ليقرر بعدها الاعتزال والاستعداد للدخول لعالم التدريب. وبدأ مشواره في مدرسة الكرة بالأهلي عام 2004، وتقلد عدة مناصب بالأجهزة الفنية بقطاع الناشئين بالأهلي. وفي عام 2009 اختاره محمد عبد الجليل ليعاونه في الجهاز الفني للمقصة قبل أن يرحل سوية. انضم لقطاع الناشئين بنادي اتحاد جدة السعودي وحقق الكثير من النجاحات، وأصبح حديث الجميع بالسعودية. ثم تربع على رأس الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي السعودي لعدة مرات. قاد أنور اتحاد جدة للصدارة بالدوري السعودي، وقاد الفريق لتحقيق 7 انتصارات متتالية بعد أن كان الفريق يعاني من الهزائم المتتالية. وقبل أن يرحل ويتولى مدرب روماني الفريق، قامت الجماهير بتدشين حملة شكر لأنور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ليعود أنور لقيادة فريق شباب الأهلي من جديد ويساهم في تصعيد العديد من النجوم للفريق الأول. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. قليلين اللعيبة اللي تجتمع فيهم المهارة مع القوة مع السرعة مع الرشاقة، هو بالتأكيد كان واحد منهم، صاحب مشوار طويل مع النادي الأهلي جوه الملعب وبره الملعب. ضيفنا في السادسة النهاردة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر كابتن عمرو أنور. أهلا بيك يا كابتن عمرو. أهلا بيك، ازيك؟ نورنا ومشرفنا في قناة النادي الأهلي. ربنا يبارك فيك، ده نورك. أكيد طبعا كده، يعني اللقطات اللي احنا شفناها سريعا مع الجمهور ومع حضرتك دلوقتي
رجعتك فلاش باك لذكريات كتير جدا. اه طبعا اكيد. بديت ازاي مع الاهلي كابتن عمرو؟ يعني انا دايما اقول احسن وقت لل يعني لينا احنا كلاعيبه كوره الوقت اللي بتلعب فيه كوره. ودي حتى حاجه دايما اقولها للعيبه بتاعتي، اقول لهم يعني استثمروا الوقت ده، لان انت مش هتحس بانك فقدت اهم حاجه عندك غير لما تبطل كوره. فدايما انت ما شاء الله مشوارك حتى بعد ما بطلت كوره في محطات مهمه ونجاحات كتير. الحمد لله طبعا. بس دايما يعني هيظل الوقت اللي انت بتلعب فيه كوره ده احسن وقت انت بتمر بيه. ابتديت مع الاهلي سنه كام؟ سنه 81. ده كان اول موسم ليا في النادي الاهلي. كنت يعني بدات موسم واحد، كنت لعبت في نادي النصر، وبعد كده كابتن مصطفى حسين الله يرحمه بقى اللي هو كان ملقب بابو الاشبال، يعني كان شافني وهو اللي جابني يعني النادي. لعبت في القطاع من 81 ل 86، وبعد كده اتصعدت بقى للفريق الاول. يعني عاصرت اجيال كتير بتهيألي، منهم طبعا الحمد لله جيل كابتن خطيب وكابتن ربيع وكابتن مصطفى عبده. طبعا يعني يمكن انا الوحيد في جيلي اللي لحقت لعبت مع كابتن خطيب رسمي، يعني مع كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده. تتغير الاجيال بس الفلسفه والاستراتيجيه والمبادئ واحده. طبعا وهو ده اللي احنا اتربينا عليه، وهو ده اللي احنا اتعلمناه، وده اللي احنا ماشيين بيه في حياتنا الرياضيه يعني لحد دلوقتي. الحاجات اللي احنا يعني اتربينا عليها في النادي وكبرنا عليها مش قادرين نغيرها. هتلاقي صعب جدا ان الناس اللي بدات صغيره في النادي، يعني انا بدات في النادي 13 سنه. يعني من 13 سنه يعني انا يمكن حتى الظروف اللي انا مشيت فيها من النادي يعني ظروف كانت ملخبطه شويه، بس الحمد لله الواحد ارتباطه بالنادي يعني من ساعه ما دخلت النادي لحد النهارده، ويعني انا بعتبر النادي ده بيتي، وده يعني اهم لحظات حياتي او اهم الاوقات اللي انا عشتها في حياتي كانت في النادي. طب خليني اسالك بمنتهى الصراحه، لانه في مقوله طالعه اليومين دول كده ماشيه بيرددها الجمهور كتير جدا، انه الانتماء للجماهير فقط لا غير. انت يعني مشوارك فيه محطات كتير، انت لعبت في نادي الاهلي وحققت بطولات مع نادي الاهلي، بس احترفت بره مصر ولعبت في الانديه جوه مصر. ايه فكره انك انت دايما الانتماء الاول لنادي الاهلي؟ يعني ايه السبب، ايه الدافع او المحرك بالنسبه لك انه انتمائك يكون في الاول والاخر لنادي الاهلي؟ اللي شفته في النادي واللي عشته في النادي واللي اتربيت عليه في النادي ما شفتوش في اي حته تاني. فده اللي مخليني مرتبط بالنادي ومرتبط بجمهور النادي، ويعني ومرتبط بسياسه النادي وباخلاقيات النادي، لان انا بكلمك بمنتهى الصراحه. الوقت اللي انا شفته في النادي وعشته في النادي انا ما شفتوش في حته تانية، مع احترامي الكامل لكل الاماكن اللي انا كنت موجود فيها. يعني برضو اماكن كويسه واماكن محترمه، ولكن انا وجهه نظري النادي الاهلي في حته وبقيه الانديه دي في حته تانية خالص. يعني انا مش عايز حد يزعل، ومش عايز حد يقول ان انا يعني بقول كلام مبالغ فيه، لا انا بتكلم على تجربه شخصيه. يعني انا عشت في النادي الاهلي فتره وعشت بره النادي الاهلي فتره. النادي الاهلي في مكان مختلف تماما في كل حاجه. اهم محطاتك مع النادي الاهلي، اهم اللحظات، بالتاكيد طبعا لحظات التتويج دايما بالنسبه للاعيب الكوره بتبقى الاهم، بس بالنسبه لعمرو انور لما بسترجع معاه الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي، اهم اللحظات اللي لازم تيجي على بالك على طول؟ لا في طبعا، يعني انا بالنسبه لي مثلا يعني لحظه تصعيد الفريق الاول دي كانت بالنسبه لي حاجه ما تتنسيش. اول ماتش لعبته كان قصاد المحله في المحله. كان موسم ماتش المحله في المحله ده كان موسم الجمهور بيبقى شايل همه دايما. 86 87 ده كان مع الدكتور طه اسماعيل، كان هو اللي صعدني الفني. وكان يعني هو كان الدوري فاضل فيه ثلاث مباريات، كان فاضل فيه المحله، الترسانه، واخر مباراه كانت الزمالك. والنادي الاهلي كان متفوق، كان يهمنا ان احنا نكسب المباراتين اللي هم المحله والترسانه علشان يعني نحسب الدوري قبل مباراه الزمالك. حصل ان احنا كسبنا مباراه المحله في الدقيقه 90 او بلس 90، يعني زي ما بنقول اللي هو العادي بتاع النادي الاهلي، كان كابتن مصطفى عبده. تعادلنا مع الترسانه، فكان قدامنا خيارين في المباراه اللي هي النهائيه اللي هي مباراه الزمالك. كان اخر مباراه، كان يكفينا التعادل نفوز بالدوري والزمالك كان لازم يكسب. يعني الحمد لله حققنا الفوز، كسبنا 2-1، ودي كانت من اهم اللحظات اللي كانت موجوده. يعني حاجه، لان انا برضو حصل معايا موقف انا بيتهيألي هو ما حصلش مع حد، يعني ما حصلش مع لعيب. يعني دايما اللعيبه
بتتصعد للفريق الاول وبعد كده بتلعب. انا حصل معايا العكس، انا لعبت الاول مع الفريق الاول وبعد كده اتصعدت للفريق الاول. يعني انا فاكر ان انا لما لعبت مباراه المحله دي انا نزلت الشوط الثاني مكان كابتن زكريا ناصف، ما كنتش اتمرنت تمرين واحد مع الفريق الاول. يعني كان حصل اصابات. اول علاقتك بالفريق الاول مباراه رسميه. لعبت بالظبط. يعني انا رحت المعسكر اللي هو قبل المباراه بيوم وحصل اصابه لكابتن زكريا في المباراه فلعبت مكانه الشوط الثاني. وبعد كده بقى اتصعدت. يعني بعد كنت نازل احساسك ايه وانت نازل الملعب؟ والله شوف انا اقول لك على حاجه، انا كنت مش هقول لك انا كان الموضوع بالنسبه لي عادي، لا انا ناس او لعيبه كبار جدا. انت نزلت مركزك ايه في الماتش بتاع المحله ده؟ مهاجم، لعبت مهاجم صريح، راس حربة. مهاجم صريح. من ناس انا بتفرج عليهم في التلفزيون وكنت بروح الاستاد اتفرج على الفريق الاول بتاع النادي الاهلي، لفجاه لقيت نفسي معاهم في الاتوبيس، فجاه لقيت نفسي في اوضه اللبس، فجاه لقيت نفسي في الملعب، فجاه لقيت نفسي بلعب. فكل دي حاجات كانت مفاجاه بالنسبه لي. بس اللي انا عايز اقوله ان اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين في الملعب ساعتها ما حسسونيش ان انا غريب، ما حسسونيش ان انا لعيب صغير، بالعكس كان كل الكلام اللي بيتقال ما بين الشوطين للفريق كله بالظبط. ما حدش اتكلم على المكسب واحنا محتاجين كان ساعتها المكسب بنقطتين مش بثلاثه. ايوه. ما حدش اتكلم على المكسب وما حدش اتكلم على الفوز قد ما اتكلموا ان ازاي يساعدوني انا ابقى موجود في الملعب واظهر بشكل كويس عشان اقدر اكمل معاهم. طب والله انا بكلمك بامانه دي محاضره اتقالت. يعني احنا يعني متعودين في النادي ان بعد طه كان لا كان كابتن مصطفى عبده. كابتن مصطفى عبده. لان احنا متعودين في النادي بعد المدير الفني ما بيخلص المحاضره الفنيه بتاعته بالظبط يعني بيتكلم بقى بيحفز وبيشجع والكلام ده كله. فكان التحفيز والتشجيع كله كان ليا انا مش على الماتش واحنا كنا الشوط الاول متعادلين 0-0 وعايزين نكسب المباراه علشان زي ما بقول لك عايزين نكسب المباراتين عشان نحسم الدوري قبل المباراه بتاعت الزمالك. فما كانش فيه اي كلام على مكسب المباراه، الكلام كله كان ازاي نساعد عمرو، ازاي نظهره بشكل كويس، ازاي يبقى موجود، ازاي يكسبنا، ازاي ازاي ازاي. فدي حاجه ادتني ثقه كبيره جدا. ده موقف طبعا محترم من كابتن مصطفى. طبعا. وده الحقيقه يمكن يعني قاسم مشترك بنسمعه من كل لعيبه الاهلي ونجومهم اللي لما كانوا بيبتدوا لسه المشوار كانوا محتاجين النوع ده من الدعم وكانوا دايما بيلاقوه من الكبار في الجيل اللي سابقهم. بالظبط. انا دايما اقول اللعيب الكبير مش اللي في الملعب، اللعيب الكبير بيبقى بره الملعب قبل جوه الملعب. اللي انت تقدر تعتمد عليه، ان انت تقدر تستفاد منه، ان انت تقدر تتعلم منه، تشوف هو ايه يعني القدوه. يعني انا دايما بقول القدوه ما هياش كوره، ما هياش مهاره. القدوه دايما انت بتشوف الشخص اللي قدامك ده بيعمل ايه وبيتعامل ازاي عشان تبقى زيه. الكوره موجوده والمهاره موجوده الحاجه الثانيه ان انت ازاي تبني شخصيتك وازاي تبقى متواجد وازاي تقدر تثبت يعني اقدامك ما بين النجوم الكبار. ده هو ده المشكله، مش المشكله انك تلعب، المشكله ان انت ازاي تكمل وتبقى موجود في وسط الفريق. معلش انا هقف سن عن مشوارك مع الاهلي وهرجع تاني طبعا لان في اكتر من نقطه مهمه خصوصا كلامنا عن مستر فايتسا. طبعا. بس بما انك بتتكلم على الولاد الصغيرين يعني الشباب اللي طالع، هل بتشوف وانت مسؤول عن واحد من فرق النادي الاهلي الشباب، هل بتشوف انه العقليه بتاعت الولاد اتغيرت؟ هل بتشوف انه نظرتهم للامور المعايير اللي بياخدوا قرارات على اساسها او بيحفزوا نفسهم على اساسها اختلفت؟ طبعا. لان بص انا برضو عايز اقول حاجه وحاجه مهمه جدا، يعني هي الكوره دلوقتي بقت الموهبه قلت فيها شويه. يعني احنا يعني الكوره بشكل عام ولا مصر؟ الكوره بشكل عام. لا 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 مش في مصر. يعني احنا لو حتى لو كلمتني على اعظم الفرق اللي في اوروبا هتلاقي كل فرقه فيها واحد او اتنين والباقي كله يعني مكمل للواحد او اتنين دول. مش هتلاقي اللعيبه المهاريه بكثافه. زمان كانت الكوره معتمده نمره واحد على المهاره. حتى انت لو بتروح اختبارات او بتشوف لعيب اول حاجه يعني بيلفت نظرك ليه المهاره. ايوه. دلوقتي الوضع اختلف، يعني المقاومات بتاعه الكوره اختلفت والفلسفه نفسها بتاعه الكوره اختلفت. فاللعب دلوقتي انا وجهه نظري اللعب دلوقتي في الفريق الاول بقى اسهل من زمان بكتير. لان انت النهارده لو انت عندك اساسيات الكوره هتقدر تلعب في الفريق الاول.
انما زمان لو انت ما انتش مهاري ما انتش لعيب. يعني بما ان احنا بنتكلم على الاهلي وده اللي يهمنا في المقام الاول والاخير، خليني اقول لك انه دي دايلما بالنسبه للجمهور ودايلما بالنسبه للمسؤولين عن قطاع الناشئين في الاهلي. انت مزلوب. عندك فريق مطلوب منه انه اي بطوله يحط رجله فيها لازم يفوز بيها، مفيش بديل تاني. مظبوط. الفضه والبرونز دول مش لا لا لا. مش في ثقافتنا. انا هقول لك على حاجه، الفرقه عايزه اللعيب السوبر، عايزه اللعيب الجاهز، وده الحقيقه بالنسبه لكتير من شباب الاهلي بيبقى عبء نفسي كبير جدا. جدا يعني انا فاكر في في في, في وقت من الاوقات لما كنا حتى شغالين مع في مدرسه الكوره، ففي دوره بتتلعب كل سنه في نادي الصيد، لما انت توصل مثلا ان انت بتلعب بتقريبا 6 فرق أو 7 فرق في جميع الاعمار، الفرقه اللي هي ما بتاخدش البطوله او اللي هي بتاخد المركز الثاني بتلاقي الولاد عياط وبكاء وانهيار. فلما يبقى لعيب طالع على كده ومتربي على كده وهو شايف اللي حواليه ازاي وشايف النادي ماشي ازاي وشايف الفريق الاول بتاعه ماشي ازاي والفرق حتى اللي بيلعب معاه في القطاع الفرقه الاكبر منه بتلعب ازاي على بطوله، هو ده يعني هي دي الفلسفه اللي بتتحط في التراكم بتاع ده كابتن عمرو بتاع كلامك ده في مراحل مختلفه توصل لروح الفانيلا الحمراء في النهايه. اكيد يعني اللي أكيد. بيطلع من ده على فيرست تيم في الاهلي، وبيتهيالي كمان حتى اللي ما بيبقاش عنده فرصه انه يلعب فيرست تيم بيروح انديه ثانيه بيبقى عنده نفس الروح بتاعه الرغبه في المكسب طول الوقت، الرغبه في وبينقلها للفريق اللي هو بيلعب معاه. يعني احنا النهارده انت لو على مدار السنين الكبيره والطويله اللي فاتت مفيش لا يعني مفيش نادي في مصر مش هتلاقي فيه لعيب من النادي الاهلي. أيوة. هتلاقي واللعيب ده هو اللي خده واللي شربه وتعلمه وبينقله هناك. بس من ناحيه ثانيه بقى، هل فكره انه الاهلي نادي بطولات وانه الفيرست تيم لازم يعني يضم مجموعه هي نخبه النخبه زي ما بيقولوا عشان يقدر يحقق البطولات دي بيظلم الى حد كبير قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ مش عايز اقول بيظلم، بس هي دلوقتي الفكر نفسه ما بقاش زي زمان. ممكن اجل اجابه السؤال ده لان انا معايا تليفون من الامارات جالك مخصوص للسادسه كابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي طبعا واحد اشهر من حملوا تيشرت رقم 4 في النادي الاهلي. كابتن بدر مساء الخير واهلا بيك معانا في السادسه. مساء الفل يا محمد. اهلا بيك. انت طيب ومصر كلها طيب. طيبه وبخير، وبرحب بحبيبي واخويا ومستقبل مصر في التدريب الكابتن عمرو انور. وانت كمان الحقيقه بالاضافه لموهبتك جوه المستطيل كنت يعني من ابرز الناس اللي اتعرف عنهم ان هم مكتشفين نجوم يا كابتن بدر. الله يخليك يا حبيبي، ده كانت مرحله جميله جدا في تاريخ حياتي في النادي الاهلي. بيتي واللي عمل بدر وعمل كل نجوم مصر واللي مدانين لي بالفضل بمدى الحياه طول ما احنا على قيد الحياه الا وهو النادي الاهلي، معقل المبدعين وكل الموهوبين اللي في مصر ونادي القرن الحقيقي. يعني ذكرياتك مع كابتن عمرو، انتوا لعبتوا مع بعض كابتن بدر؟ طبعا لعبتوا مع بعض. كم عمرو حبيبي، عمرو طلع معايا في الدرجه الاولى ولحقني وانا بلعب، وهو كان هو جيل هو وعادل عبد الرحمن، مش عايز انسى حد يعني من وهاني رمزي والاجيال دي كلها لحقونا واحنا بنلعب، وعمرو ده كان لعيب موهوب جدا على فكره. طبعا حقه يعني، انا بكلمك كلاعب قبل ما يكون مدرب. لكن وهو مدرب بقى انا كنت احد المتشبثين جدا ان الكابتن عمرو انور يبقى موجود معايا في مدرسه الكوره في النادي الاهلي. طب قول لي انت اتكلمت عليك كلاعب وقلت عن انه يعني من اهم مواصفات اللعيب انه كان لعيب كوره عالي المستوى، لكن من وجهه نظرك كمدرب ايه اكتر مميزات كابتن عمرو انور؟ عمرو يمتلك الفكر، ودي اصعب حاجه في المدرب اللي بقى عندك فكر، خد بالك، لان كل اللي موجود دلوقتي على النت متداول بين كل المدربين، لكن اللي يفرق مدرب عن مدرب فكر، ده واضح جدا في تجربه حد جاده. ما اتحط تحت ضغط ومسك فرقه كبيره قدر ينجح وقدر يعمل اسم كبير وعمل حاجه كبيره جدا للمدرب المصري السعودي، دي حاجه تحصل للكابتن عمرو. اهم الذكريات اللي تفتكرها، انا عارف طبعا بيبقى في قصص وحكايات والمعسكرات والسفر في 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 البطولات الخارجيه، اهم ذكرياتك مع كابتن عمرو انور يا كابتن بدر؟ لا عمرو انور ذكرياته معايا ماتشات الاهلي والزمالك على فكره. تفتكر يعني ايه دلوقتي؟ ايه اكتر موقف او اكتر قصه حاضره في ذهنك دلوقتي عن كابتن عمرو انور؟ كانوا لسه طالعين من الناشئين بنلعب اهلي والزمالك، وعمرو كان بيلعب، كان في لعيبه نجوم كبيره قوي في نادي الزمالك
بتشتكي من عمرو انور في الملعب لانه مش عامل حساب لاي حد ومش فارق معاه اي حد وبيلعب بس وكان مكسر الدنيا وده ضايق نجوم كبار جدا زمايلنا كانوا في المنتخب في ذلك الوقت كانوا بيشتكوا جدا من عمرو انور. فعرفت ان احنا عندنا لعيب كبير جريء ما بيخافش لان ماتشات اهلي وزمالك انت عارف بتبقى ماتشات جماهيريه. بالتالي عمرو كان ليه تواجد من اول مباراه لعب فيها ضد نادي الزمالك. فدي من الذكريات اللي ما انساهاش يعني ان احنا كان معانا لعيب جريء من صغره من ساعه ما طلع. بشكرك شكرا جزيلا كابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي. ويمكن كابتن بدر خليني انا عارف انه لعيبه الاهلي دايما بتبص لماتشات الاهلي والزمالك بشكل مختلف. الماتشات دي بيبقى ليها حسابات خاصه. اه طبعا اهم ماتشات اهلي وزمالك تفتكرها يا كابتن عمرو؟ مباراه جماهيريه. ايوه يمكن احنا على ايامنا برضو يعني الناس لازم تفهم ان احنا ما كانش فيه الاهتمام الاعلامي اللي موجود دلوقتي. لا ازاي يا كابتن عمرو برضو لا ده ماتش يعني الاهلي والزمالك ده كان بيبقى عيد لمصر كلها. مش قصدي يعني انا قصدي ان يعني الاعلام في الوقت ده كان محدود. يعني مفيش حتى معظم السوشيال ميديا مفيش ساتلايتس مفيش بالظبط حتى البرامج الرياضيه وحتى الـ 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 الوسائل المسموعه والمرئيه كانت قليله. فكان اكتر ماتش جماهيري او في تركيز اعلامي كان بماتش الاهلي والزمالك. يعني حتى النهارده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني زمان ممكن كان في الفرق اللي هي بره الاهلي والزمالك ما بتتشافش غير في ماتشات الاهلي والزمالك. دلوقتي المباريات بتاعه المسابقه كلها متذاعه ومتشافه ويوتيوب وغير يوتيوب بالظبط. فلا طبعا مباراه مهمه جماهيريه وبغض النظر عن موقفك في الدوري او بغض النظر انت بتلعب على بطوله او ما بتلعبش على بطوله. ايوه الفوز في المباراه دي في حد ذاته بطوله. اهم ماتش اهلي وزمالك تفتكره دلوقتي معانا يعني طبعا شوف انا هقول لك على حاجه سجلت في الزمالك صح بس ما الجون اتلغى اتلغى يعني للاسف الشديد ما اعرفش ليه يعني ما تعرفش ايه لغايه النهارده. لا ما اعرفش والله بجد يعني هو يمكن لو معاك وهو حتى في التقرير اهو هو في التقرير اهو يعني اهي حسام حسن بيلعبها وانا خدت الكره من نبيل محمود ومن ايمن طاهر وحطيتها ودخلت بيها الجون. فانا لحد دلوقتي مش قادر افهم هو الجون ده اتلغى ليه سببه ايه ما عنديش اي يمكن عشان دخلت بيها جوه الجون يا كابتن. حد قال لي كابتن ماهر الله يرحمه قال لي سوء سلوك فلو بتقول لي اهم مباراتين للاهلي والزمالك المباراه دي بس انت ما سالتش يعني ما رحتش استفسرت مثلا حكم اجنبي حكم يوناني وساعتها حتى احنا كنا متقدمين كنا كسبانين 1-0 كان كابتن علاء ميهوب اللي جاب الجون والمباراه خلصت كده 1-0. حتى لعيبه الزمالك لما الحكم صفر ولغى جابوا الكره بسرعه وحطوها ولعبوا عارف اللي هو يعني ما فيش فرصه ان انت تتكلم مع حد. فلو بتكلمني على اهم مباراه يعني اهم مباريات الاهلي والزمالك هم مباراتين. واحنا زي ما شفنا الجون يعني اللي باين على الشاشه في الكادر انه الكره ما فيهاش اي بالظبط يعني اي مشكله. فالمباراه دي طبعا دي من اهم المباريات بالنسبه لي لان حسمنا فيها بطوله الدوري وكان او يعني مش يعني ده كان تاني دوري ليا بس كان اول دوري بالنسبه لي اشارك فيه بصفه اساسيه. يعني الدوري الاول اللي انا قلت لحضرتك عليه اللي هو بتاع كابتن طه لعبت فيه ماتشين لان انا يعني اتصعدت الفريق كان في اخر 3 مباريات فدي كانت مباراه من المباريات المهمه جدا بالنسبه لي. المباراه اللي هي برده كانت مهمه جدا اهلي وزمالك ودي ما لعبتش فيها اللي هي كانت اخر مباراه جدا لان دي كانت اول مباراه ليا اهلي وزمالك وانا موجود في الملعب اللي هي اللي كانت موسم 86 87 مع الكابتن طه اسماعيل ما اشتركتش فيها بس كانت 87 ده بطوله افريقيا. لا اهلي وزمالك لا كان نهائي الدوري برضه في 86 87 بتهيألي جبنا بطوله افريقيا صح؟ شاركت في بطوله افريقيا في لا ما انا اتصعدت في اخر الموسم ما كنتش مقيد فدول يعني من المباريات اللي انا ما انساهاش. والمنتخب يا كابتن عمرو والله شوف انا ما كانش ليا حظ كبير جدا في المنتخب يعني انضميت كذا مره بس ما لعبتش بصفه اساسيه. كان عندي مشاكل كتير في الوقت ده اصابات كتير واصابات متكرره كتير. يمكن الوقت اللي انا لعبت فيه كان مع مستر فايتسا وهو ما عادش فتره طويله لان هو طيب الكلام على فايتسا والكلام على اتحاد جده والكلام على الناشئين في الاهلي مستمر معاك بس بعد ما نروح لتقرير وفاصل ونرجع مع ضيفنا النجم كابتن عمرو انور. انا عايز من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ان يكونوا هم رجاله وان شاء الله يرجعوا زي الاول
ويلعبوا كويس وعشان باذن الله نحقق البطولات. عايز لعيبه الاهلي يبقى عندها اصرار وعندها عزيمه وعندها ان هي تقاتل على البطوله وان هي تفرحنا بقى، لان احنا بقى لنا كتير قوي طبعا مفتقدين النادي الاهلي. انا بشكرهم ان هم فرقه جامده واحسن نادي في العالم. ان شاء الله يكونوا على قلوب بعضيهم ويكونوا رجاله، وهم رجاله يعني هم محترمين ورجاله، ان شاء الله هيلعبوا حلو. عايز اقول لهم ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه وربنا يكرمهم ونحسم الدوري وناخد بطوله افريقيا وان شاء الله كل حاجه كاس وكل حاجه بتاعتنا ان شاء الله. انا عايز يبذلوا اقصى ما في جهودهم، انا عايزهم يبقوا اعظم نادي في العالم كله، عايزهم يبقوا زي برشلونه، زي ليفربول، زي ريال مدريد، زي باريس سان جيرمان. زي ما كنتوا والفتره اللي جايه مش طالبين منكم الا افريقيا، اهم حاجه افريقيا ثم افريقيا ثم افريقيا، خلاص الدوري تقريبا شبه محسوب. بنطلبهم بقى بافريقيا بقى، لان المفروض يعني دي وحشتنا قوي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بيكم في السادسه وضيفنا نجم النادي الاهلي كابتن عمرو انور. اهلا بحضرتك مره تانية كابتن عمرو. اهلا بي. يعني انا يمكن في سياق الكلام كده كنا بنتكلم على فايتسا، وانا عارف ان فايتسا ليك معاك موقف او قصه وكان ليه دور كبير جدا في مشوار عمرو انور. ليه فايتسا تحديدا وايه البصمه اللي قدر يسيبها مع كابتن عمرو؟ يعني نمره واحد هو غير مكاني. يعني انا من وانا في من اول ما بدات كوره وانا بلعب مهاجم صريح يعني راس حربه، ففي الوقت ده هو كان عندنا يعني كان عندنا مهاجمين كتير تقال، يعني كان عندنا كابتن حسام حسن وكان في كابتن ايمن شوقي وكان في كمان يمكن لا محمد رمضان ما لحقش، محمد رمضان جه بعد كده، وهو شاف يعني في طريقه لعبي في اسلوب لعبي ان انا بحب انزل تحت شويه، بحب استلم من تحت، بحب يبقى دايما وشي للجون مش ضهري للجون. فهو جه مره اجتمع معايا كده وقال لي انا يعني انا بفكر ان انا اغير مكانك، اغير مركزك، وعايز العبك في نص الملعب. الفكره انا بالنسبه لي كانت يعني مش مقبوله. يعني انا متمسك بمكاني وعايز العب في مكاني وبدات كده، وحتى لما اتصعدت الفريق الاول لعبت مهاجم، فما وحاجه انا ما جربتهاش قبل كده. فهو حتى هو راجل كان يعني انا يعني من وجهه نظري انا شايف الراجل ده لو كان كمل في مصر كان هيعمل تاريخ مش يعني ما حدش كان هيعمله. انا لانه غير طريقه لعبه وطلع لعيبه صغيره كتير وقدر انه يعني هو في السنه اللي مسك فيها في النادي الاهلي كسب دوري، كسب كاس، كسب بطوله الافرو اسيويه. حصل ان احنا مثلا كسبنا الزمالك في اسبوع واحد مرتين. ف يعني كان عامل حاله وكان عامل شكل قوي جدا لفرقه النادي الاهلي. من نفس الحاله بتاعت فايسا دي انا بتهيألي انت كمدرب بقى عملت نفس الحاله دي او كررت نفس الحاله دي مع اتحاد جد. انت صاحب بصمه مهمه جدا وصاحب نجاحات مع نادي بعتقد انه من الانديه الكبيره جدا في السعوديه يعني ومش ببالغ لو قلته حتى على المستوى الوطن العربي كله. دي حقيقه. يعني هو يعني نادي الاتحاد هو بتتكلم على بطل الدوري السعودي، بتتكلم على بطل اسيا. ايوه يعني مش اي حد. يعني خلي بالك بطوله اسيا دلوقتي معموله بشكل تتيح لفريق عربي انه يوصل للفاينل، لان هم خلاص حطوا غرب اسيا لوحدهم وشرق اسيا لوحدهم ودول بيتقابلوا في الفاينل بس. أيوة. نادي الاتحاد لما فاز ببطوله اسيا كانت بالشكل القديم. كانت بطوله مفتوحه، قرعه مفتوحه. أيوة. واحنا يعني الناس كلها عارفه الحته بتاعت كوريا واليابان طبعا القوه والمنافسه والسرعه والمهاره، يعني فكون نادي الاتحاد يقدر يفوز بدوري ابطال اسيا في الوقت ده. انت بتسال نفسك او انت حددت مع نفسك ايه اسباب نجاحك بالشكل ده مع اتحاد جده؟ يعني شوف انا هقول لك على حاجه، بدر قال حاجه مهمه جدا ان انا وانا بلعب يعني كان قلبي ميت زي ما بيقولوا. ده اللي حصل مع نادي الاتحاد. يعني انا مسكت الفرقه مرتين والمرتين يمكن البصمه اللي انا عملتها في السنه الاولى حته ان انا طلعت لعيبه، يعني اعتمدت على اللعيبه بتاعه الفريق الاولمبي
المحترفين ما كانوش على قدر المستوى او على قد مستوى نادي الاتحاد او على طموح جماهير نادي الاتحاد، فالثلاث محترفين تقريبا ما كانوش بيلعبوا. محترفين وصفقات محترفين. و... أيوة وفلوس مدفوعه. اثنين برازيليين بتتكلم في اثنين برازيليين، واحد كان من لبنان تقريبا، لان هو كان لازم يبقى في حد من اسيا. ايوه فالثلاثه قعدوا وطلعت اللعيبه الصغيرين اللي هم دلوقتي يعني ما شاء الله متواجدين سواء في الاتحاد او في الهلال او في المنتخب السعودي الاول. فدي كانت دي كانت البصمه اللي هي يعني الناس ابتدت تشوف ان في حد مش معتمد على الاسامي الكبيره اللي موجوده وبيقدر يلعب بالولاد الصغيرين. ما حلمتش تكرر التجربه دي في مصر؟ ده سؤالي ليك، بس هتجاوب عليه بعد ما تقول الو. الو معناها حبيبك الدويتو بتاعك يبقى عبد الجليل. كابتن عبد الجليل مساء الفل. مساء الخير يا ابو حميد. اهلا بيك يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن عمرو. ازيك يا جيل؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازيك يا عمرو؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. نور الدنيا وشياكه. وادي قميص ابيض هو اللي فاتح عشان خاطر النادي. ايوه ما بتعلم بقى. منور الشاشه ومنور نديب. ربنا يبارك فيك. منور كل حاجه حبيبي. ربنا يبارك فيك. يعني انا مش هتكلم طبعا على دويتو من اشهر الدويتوهات اللي لبسه تيشرت النادي الاهلي، بس يعني كابتن عبد الجليل كده تحكي لنا عن اهم ذكرياتك مع كابتن عمرو انور باستثناء طبعا جون المحله. يعني احنا عرضنا جون المحله في اسبوع واحد مرتين. لا دي حقيقه. و يعني ذكرياتي مع عمرو، يعني انا اصلا على طول دايما معاه مثلا في غرفه واحده من زمان، ومن ايام احنا كنا في الناشئين. يعني انا هحكي موقفين مثلا. اتفضل. عمرو من النوع اللي هو مثلا كنت انا، هو ساكن في هليوبوليس وانا في المطريه، فكان هو معاه عربيه كان ايه استناه في المحكمه ياخدني، وهو مركب العربيه يعمل ازاي يبقى انا بقى ايه جاهز عايز اتمرن وكده. يو لسه هنجري لسه هنتمرن. اقول له عمرو يا عمرو ما كانش بقى نعرف حاجه اسمها طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه، بس اروح انا همدان انا كمان، نقعد انا وهو نقعد في طول السكه. المشوار بعيد والسكه زحمه طبعا، نعمل ايه طيب؟ فلازم ايه. المهم الحمد لله ونروح نتمرن تمام. عايز اقول لك موقف ثاني. كنا في الامارات من احسن الاجوان، كان ماتش ودي عمرو متهيألي مع العين الاماراتي. وخدنا الكره انا وعمرو مثلا من بعد نص الملعب 1 2 يا احمد بجد ما بهزرش حوالي 5-6 مرات. ما تسالنيش ازاي انا ما شفتوش الجون ده يا كابتن عبد الجليل. ولا انا غير دلوقتي ولا عارف اجيبه. فانا اديله الكره ارجعها لي جوه لغايه لما وصلنا ال 18، انا ممكن احطها جون اروح مرجعها له. هو ممكن يحطها جون يروح مرجعها لي تاني. في الاخر فين وفين رحت حطيتها، راح ايه حطيتها. مش يعني نلاقي التهنئه جامده. وطبعا لو ضاعت بره كنا احنا الاثنين. فطبعا كان في الله يرحمه الكابتن عزت ابو الروس بعد الماتش قال ايه ده؟ ما كان على شمالكم، مش كان فاكر عمرو كان حد كده على عادل كان عادل عبد الرحمن. اديتها له من الاول. قلنا له هو يا كابتن هو اكله ولا بحلى؟ ما احنا جبنا جول الحمد لله ودخلت وكان شكلها حلو. لا بص، هو انا وكابتن عمرو يعني عشان طالعين من صغرنا مع بعض، ببيت عنده في البيت وبناكل وبنشرب الله يرحمه والدته ووالده. كريم يا كابتن عبد الجليل. كريم يا كابتن عبد الجليل. عمرو انور كريم. بصراحه يعني شهادتي مجروحه بالنسبه له. ده يعني بيفكر يا كابتن عمرو. والله انا مش عايز اقول له. لا لا والله بجد يعني اهل الكرم، كان والده ووالدته حاجه فوق الوصف، غير انهم ناس متربيه يعني فعلا عمرو ابن ناس قوي. انا بجد والله فخور ان انا لعبت جنب عمرو انور، لان عمرو من اللعيبه القليله اللي فعلا برضو هرجع اقول لك ما خدتش حظها لا لعبا ولا تدريبا. انا شفت النهارده تقرير اول مره اشوفه في حياتي، بكلمك بجد، لعمرو انور هو ماسك اتحاد جده. اتحاد جده والدوري السعودي يا احمد ما تزعلش مني، احنا الدوري المصري ولا الدوري السعودي ده دلوقتي بقت حاجه قويه قوي. ان عمرو
وكان قبليه عمرو وبعدين عادل عبد الرحمن ماشي. الفتره كمان بتاعت عمرو كانت قويه جدا. شفت التقرير انا حتى بعت له بعديها قلت له يا عمرو يعني انت ازاي انت عندك حاجه زي كده ما توريهانيش من زمان، ده احنا عشره عمر وعمر من نوعها. والحقيقه هي مش ناس كتير تعرفها كابتن محمد، ويمكن دي النقطه اللي هتكون عشان وقتنا كمان يهمني اتكلم فيها مع طبعاً كابتن عمرو. انا بشكرك طبعا وسعداء دايما ان احنا نشوفك وسعداء دايما ان احنا نسمع صوتك كابتن عبد الجليل، كل الشكر ليك. تجربه اتحاد جده بتهيالي رفعت سقف طموحاتك انت شخصيا. والسؤال اللي ممكن، لان مش ناس كتير تعرف النجاحات اللي انت عملتها مع اتحاد جده هنا في مصر، والسؤال هنا ليه ما تكررتش التجربه مع اي نادي من الانديه المصريه هنا؟ لان هنا الشغل في مصر ملوش علاقه بال يعني ملوش علاقه بالكفاءه ولا ليه علاقه يعني انا عندي كلمه دايما اقولها وهفضل اقولها يعني مفيش حد في مصر بيشتغل عشان هو كويس ومفيش حد ما بيشتغلش عشان هو وحش. بس الصوره مش وحشه قوي كده. لا 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 وحشه واوحش من كده بكتير، لان للاسف الشديد اللي بقى متحكم في سوق الكوره في مصر كان على مستوى التدريب او على مستوى اللعيبه هم الوكلاء خلاص. فلو انت ما عندكش ده اثر على صناعه كره القدم طبعًا او على طبعا طبعا سلبا طبعا من وجهه نظرك. ما هو بص كل حاجه ليها سلبيات وليها ايجابيات. انما انت النهارده لما يبقى يعني تبقى حاجه متسابه لطرف واحد او لمكان واحد يبقى كده ما فيهاش اي ايجابيات. يهمني اسمع رايك في مشوار الاهلي في افريقيا وفرص الاهلي في تحقيق البطوله، وايه الكلام اللي انت توجهه للفرقه في ظل موسم استثنائي في فتره توقف طويله شهد بعد كده يعني الـ 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 الاخبار اللي يمكن تكون مش ساره بالنسبه لجمهور نادي الاهلي. فتقول ايه اللعيبه اخبار ايه اللي مش ساره اللي هي اللعيبه اللي مشيت يعني مثلا يعني بنتكلم على لعيبه يعني لعيب في حجم احمد فتحي صاحب مشوار وصاحب رصيد وان كان في كلام مش عارفين بس يعني لا ما بس هي الفكره وده اللي احنا شفناه وعشناه وتربينا عليه. والنادي ما بيقفش على حد مفهوم. وفي لعيبه يعني معلش انا مع احترامي الكامل للعيبه اللي هي اللي مشيت دلوقتي في لعيبه قد اللعيبه دي في الكوره 100 مره ولما بطلوا النادي الاهلي كمل والنادي الاهلي استمر والنادي الاهلي. بس انا عايزك توجه رساله في نهايه كلامنا لتيم النادي الاهلي اللي عنده بطوله دوري وعنده بطوله افريقيا. انا يعني انا يعني انا بتكلم او مش عايز اقول نصيحه يعني انا بقول كلمه زي ما انت بتقول للعيبه النادي الاهلي. أنا شايف إن الفترة اللي جاية دي فترة صعبة، المباريات مضغوطة بشكل كبير جدا، لازم يبقى فيه تركيز مهم جدا في المباراتين بتوع السيمي فاينال بتوع بطولة أفريقيا. أيوه. أنا شايف إن الدوري بنسبة مش عايز أقول 100% يعني أنا شايف الدوري بنسبة يعني تعدي 95% الدوري محسوم للنادي الأهلي، فلازم يبقى فيه تركيز شوية على السيمي فاينال لأن بطولة غايبة عننا بقالها فترة طويلة جدا. مباراة صعبة يمكن انا بقول يعني مش من حظنا، انا شايف الافضل لينا كنادي اهلي ان المباراه اتعملت ذهاب واياب فشايف ان احنا ان شاء الله نقدر نستغل الفرصه دي كويس ونقدر نعمل نتيجه ايجابيه سواء في المباراه الخارجيه او في المباراه اللي على ملعبنا نقدر نوصل فاينل ان شاء الله. يعني انا يعني متفائل جدا ان النادي الاهلي اذا وصل فاينل البطوله دي انا شايف انه ان شاء الله هيقدر يحرزها ان شاء الله باذن الله. انا اتكلمت معاك النهارده كابتن عمرو كلاعب كوره اكتر ما اتكلمت معاك كمدرب، وان كان الحقيقه المساحه دي انا عندي فيها موضوعات كتيره جدا احب ان احنا نناقشها ونطرحها على جمهور الكوره بشكل اساسي. عارف ان وقتك ضيق بس انا شايف ان الحلقه دي مفترض يبقى ليها جزء تاني نكمل فيها كلام عن مستقبل الكوره في مصر وعن مستقبل الكوره في الاهلي وعن اوضاع او نظره الـ يعني صناعه كره القدم وصناع كره القدم للاجيال الناشئه وفرق الشباب. انا بشكرك كل الشكر على وجودك معانا. انا بشكرك ان انا معاك وببارك لك على البرنامج. وانا في اول كلامي يعني معلش انا اتخذنا على طول كده انا نسيت ابارك لكم صراحه على التطوير الجميل اللي انا شفته في يعني ما حدش بيبارك لنفسه بس فعلا لا حاجه مختلفه. انا كنت باجي هنا قبل كده انا حسيت ان انا في مكان تاني خالص في حاجه مشرفه جدا 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 صراحه إن شاء الله. وحاجه تليق فعلا بالنادي الاهلي وانه فعلا يعني اعظم نادي في الكون وان هو نادي القرن يعني الكلام ده انا عايز بس الناس ما تفهمش ان احنا بنقول الكلام ده انشاء او الكلام ده شعارات بالظبط لا هو ده اللي احنا حاسينه. أيوه. وكل اللي يهمنا ان احنا كنادي اهلي او كشعب النادي الاهلي او كجمهور النادي الاهلي احنا مقتنعين بحاجه
ما حدش هيقدر يغيرها، ما حدش هيقدر ياخدها مننا، ما حدش هيقدر يسلبنا حاجه احنا او الناس كلها صحيح. على مدار التاريخ تعبت فيها جدا وعملتها بمجهود كبير جدا. فانا ببارك لكم وببارك للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي على التطور. ما فيش حد ابدا مهما كان ومهما كانت اضافته ومهما كانت بصمته صاحب فضل على النادي الاهلي بالزبط. النادي الاهلي صاحب فضل على الجميع بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه، واتمنى يكون في وعد على الهواء يكون ليها لقاء ثاني ان شاء الله مع كابتن عمرو ارمون. بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم على متابعتنا. بكره ان شاء الله يكون لنا لقاء جديد في السادسه. تحياتي لحضراتكم. الله عليك يا شناوي. الشناوي ناوي على التعلق. ناوي ناوي الشناوي. الشناوي الشناوي الشناوي. اول اختبار حقيقي.